وحدها الاستعراضات العسكرية بقيت حاضرة للاحتفال بالمناسبات الوطنية في محافظة أبين، خصوصا بعد أن تحولت بعض الهتافات الشعبية في يوم الوحدة الوطنية إلى هتافات منادية بفك الارتباط، وهو ما اعتبرته القيادات العسكرية انحرافا لأهداف الثورة وخروجا عن مسارها الوطني. ونحن نحتفل بالذكرى 31 للوحدة اليمنية، والتي كانت حلما للشعب اليمني شمالا وجنوبا في 22 مايو. يسعدنا أن نبلغكم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بقائد المسيرة المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وما لحق بالوحدة من تصرفات خاطئة والمشاريع السياسية الصغيرة والتي تسيء للوحدة الوطنية وبدون التطلع إلى المستقبل. هنا في منطقة جحين القريبة من شقرة شرق مدينة زنجبار، وتحديدا في مقر اللواء 103 مشاة، أقامت قيادة القوات المشتركة في محور أبين حفلها الخطابي والعسكري احتفالا بالذكرى 31 للوحدة الوطنية التي أعيد تحقيقها في 22 من مايو عام 90. وطبعا الذكرى 31 ليوم الوحدة اليمنية ذكرى عزيزة وغالية على أفراد الشعب اليمني بكاملة. القوات المشتركة ومن خلال استعراض رمزي حد وصفها أكدت أن المشروع الوطني سيبقى راسخا حتى في ظل المساعي الرامية إلى إجهاض الهدف الأساسي لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وهي تأكيدات تأتي مغايرة لما بات عليه الوضع بعد أكثر من 30 عاما على تحقيق الوحدة اليمنية نتيجة استغلال الوضع المتأزم من قبل قوى تسعى لتمزيق البلاد والعودة بها للتشطير. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.